السلام عليكم طلاب الصف الثالث، كيف حالكم؟ اليوم في حصة اللغة العربية سنقوم بتكملة حل تدريبات درس السباحة. عندي أنشط صفحة 43 و44 وحل نشاط صفحة 45. طبعا خلينا نغلق الكتاب ونشاهد هذه الصورة. ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ إنها صورة حصان. أحسنتم، إنها صورة حصان. اليوم في حصتنا سنأخذ نشيد عن الحصان العربي. نفتح صفحة 43 تكملتها بالصفحة اللي بعدها 44. طبعا عندي أحفظ، أيدك تحفظها عن غيب، نحفظها عن غيب. خليني أقرأها وبعدها بتعيدوها أنتم بصوتكم الجميل. هيا يا ثالث خليكم معاي. الحصان العربي للشاعر سليمان العيسى. لا تسلني من أنا، مالك الحصن أنا، الأصيل ابن الأصيل، الحصان العربي موطن الفرسان، ظهري أحمل البرق وأجري، أنا أشعاري صهيل، أنا زهو العربي، لن تروا أجمال مني، لن تروا أرشاق مني، النبيل ابن النبيل، الحصان العربي. طبعا هاي النشيد عندي بصوت نشيد، لو بتقرأها من غير نشيد. لا تسلني من أنا، ملك الحسن أنا، الأصيل ابن الأصيل، الحصان العربي موطن الفرسان، ظهري أحمل البرق وأجري، أنا أشعاري صهيل، أنا زهو العربي، لن تروا أجمل مني، لن تروا أرشق مني، النبيل ابن النبيل، الحصان العربي. طبعا بتبين لي عن الحصان كيف إنه هو أصيل، من ميزاته الأصيل، شو صوته، صوته صهيل الحصان. طبعا لن تروا أجمل مني، لن تروا أرشق مني، إنه من سرعته، إنه هو زي الرشيق الضعيف. طبعا بتنسخوا لي نشيد على الدفتر، بدي تستخرجوا لي، أعرض لكم الآن إيش تستخرجوا لي من النشيد. تستخرجوا لي ما يأتي من النشيد، بتحلوا لي وتبعتوا لي على المنصة يا ثالث. طبعا الآن بدنا نحل نشاط صفحة 45 ورتب الكلمات هجائيا بحسب الحرف الأول في الكلمة. طبعا نكتب الحرف الأبجدية من الألف إلى الياء مرتبة أبجديا، بعدها بنرتب الكلمات حسب الأحرف. بداية أول إيش عندي؟ ألف، في كلمة فيها ألف؟ لا، بروح على الباء. في كلمة باء؟ نعم، بركة، بحطها أول كلمة وبعدها بكمل على النمط وهكذا. طبعا هون بيكون عندي حل هذا السؤال النشاط، وبهيك بننهي حصتنا لليوم. ويعطيكم العافية، تعالوا بتحلوا لي وبعتوا لي على المنصة. يعطيكم العافية.